أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. وهذا البرنامج لكل من تابع، لكل من شاهد، لكل من سمعنا وجهة نظره، بإذن الله تعالى كل أهداف اللي تبونها إن شاء الله سنضعها في هذا البرنامج، وتكونون موجودين معنا دائما في اختيار مجموعة جميلة من الأهداف لأندية مختلفة لمنتخبات مختلفة. بعد الفاصل من الحديث. في 31/10/1992 التقى منتخب قطر والسعودية في دورة الألعاب الأسيوية في هيروشيما، وكانت المنافسة قوية في تلك المرحلة. كلا الفريقين كانوا يضمون عناصر مميزة، وتذكرون قطر فيما بعد أيضا فازت ببطولة كأس الخليج بعدها بفترة بسيطة عندما قيمت البطولة في دولة قطر. دعونا نتوقف قطر والسعودية. عامر السعدي. إذا المنتخب السعودي غير لاعب الآن بخروج عبد الله شريدة ودخول عواد العنيزي رقم 12. كرة اللعب الكواري، كرة معه، طلع من جول 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 مبارك مصطفى على طول، تتحول الكرة بعرض الملعب، فهد الكواري يحولها على طول مبارك مصطفى بطريله حتى بالجول، محرز هذا فريق منتخب قطر. هي دقيقة 30 من زمن الشوط الثاني من المباراة. شوف العيش شوف العيش شوف العيش شوف العيش. خالد خليفة خميس هذا الحقيقة اللي حولها. خليفة خميس اللي حولها في مكان حلو. في مكان حلو ل مبارك مصطفى ليحرز منها الفريق القطري هدف المباراة الوحيد الآن. إذا قطر واحد الآن. كرة اللعب على طول تنشال وتوصل مرة ثانية أيضا لخالد مسعد. منتخب السعودي يلعب بالجول جول 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 الحقيقة في اللعب الكرة من خالد مسعد على طول من ضربة ركنية وتوصل له على طول بعد ما رد عقله ويروح أعطيها بإشارة على طول أعطيها بإشارة على طول في الزاوية البعيدة على حارس المرمى المحرز هدف السعادة. جولين حلوين الحقيقة، هدف من قطر وهدف من السعودية. شوف شوف العادة لما حصل على طول مبارك بعد ما ياتي على طول سيات لغاية لعب على طول أخذ شوف أخذ 10 متر تقريبا عن زاوية الكورنر وراح أعطيها بشماله بعيدة على حارس المرمى محرز هدف فريق منتخب السعودية خالد. في 28/11/1992 في دورة كأس الخليج التي أقيمت 11 أقيمت في دولة قطر، التقى منتخب البحرين ومنتخب السعودية. وهذا المنتخب السعودي كان يضم عناصر، وعاد تذكرون صارت مشكلة وتم إيقاف بعض اللاعبين. بعدها بسنتين وصلوا إلى كأس العالم عن جدارة واستحقاق في 94. انتهت البطولة الآن دورة كأس الخليج 11 في 1992 في دولة قطر. لعب منتخب البحرين والسعودية. دعونا نشاهد الفوز البحريني. في ضربة ركنية في المباراة، أول ضربة ركنية في المباراة الآن لصالح المنتخب البحريني. اللعب من حسن خلفان للأمام، كرة خطرة. دربك أمام مرمى المنتخب السعودي، لا زالت قائمة. مرة ثانية أيضا تسديدة. الله! جول المنتخب البحريني. عبد الرزاق محمد. عبد الرزاق محمد قذيفة قوية. الدقيقة الثالثة أسرع هدف وأقوى هدف وأفضل هدف في البطولة. شوف 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 مرة ثانية عبد الرزاق محمد. دربكة كانت أمام مرمى المنتخب السعودي، على طول يحصلها عبد الرزاق محمد يسددها. عبد الرزاق يسدد بشماله كرة قوية ما قدر يعمل لها شاكر العليان أي شيء في المقص الأيمن، وهي الهدف الأول لصالح المنتخب البحريني. كرة اللعب للمنتخب البحريني مرتدة. إبراهيم عيسى حولها للأمام، انفراد للحارس. الجول الثاني
الثاني لصالح المنتخب البحريني. الجول الثاني لصالح المنتخب البحريني. هذا هو هدف الأمان والاطمئنان على نتيجة المباراة من جهة المنتخب البحريني. أحمد عبد الأمير أول كرة يلمسها في الجول. شوف 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 مرة ثانية. شوف مرة ثانية إبراهيم عيسى يتقدم. إبراهيم عيسى يتقدم ويلعبها إلى أحمد عبد الأمير. أحمد يسددها. شوف يوم ما تغير اتجاهها ودخلت مرمى شاكر العليان. ومنها الهدف الثاني لصالح المنتخب البحريني. شوف 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 مرة ثانية. الكرة لو ما تغير اتجاهها كان ممكن يكون فيها كلام آخر. شوف تصطد في المدافع. شوف رمية التماس للمنتخب السعودي تلعب. ما فيه شيء. توصل مرة ثانية. هاجم المنتخب السعودي في الجهة اليسرى تنحط. جول. جول لصالح المنتخب السعودي. جول لصالح المنتخب السعودي. حمد إدريس. كرة جيدة جدا. كرة جيدة جدا لصالح المنتخب السعودي. حمد إدريس يحولها براسه ويحرز أول أهداف المباراة لصالح المنتخب. شوف 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 شوف. جيدة جدا اللعبة هذه من المنتخب السعودي. استقبال جيد من حمزة دريس. قوية في مرمى محمود سلطان ويحرز أول أهداف المنتخب السعودي. في الدقيقة 40. الدقيقة 40 الشوط الثاني من المباراة. المباراة تشهد تسجيل الهدف الثالث فيها. في 21/12/1998 التقى منتخب الإمارات ومنتخب السعودية في دورة كأس الخليج 11 في دولة قطر. وكان المنتخب الإماراتي أيضا كان منتخب مميز. تذكرون في تلك المرحلة كان متأهل لاعب في نهاية كأس العالم وكان النجومية الكبيرة في تلك المرحلة من اللاعبين المميزين. وجاءت المباراة أمام المنتخب السعودي. نعود إلى الوراء 1992. والله عمر شوف يا بعض عدنان الطلياني محاولات من جانب مهاجم منتخب الإمارات. عدنان الطلياني يقدم مهاجم يلعبها للأمام يشيلها المدافع. وجود عدد مدافعي أكبر من المنتخب السعودي. هذه محاولة أيضا لمنتخب الإمارات عند رجل تجربة. أحبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. أتمنى إن شاء الله نوفقت مع طاقم العمل في تقديم مجموعة من الأهداف المنوعة في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية. لما نكون بعيدين أيضا عن الرياضة الخليجية وعن البطولات الأسيوية البطولات الخليجية. نتمنى إن شاء الله نكون وفقنا. باكر إن شاء الله الموعد جديد. فالكم طيب إن شاء الله. مع السلامة.